من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. المرة اللي فاتت كنا وصلنا إلى بداية الرحلة التبشيرية الثالثة للقديس بولس الرسول، وعرفنا أن القديس بولس الرسول عمل ثلاث رحلات تبشيرية. كانت الرحلات بتبتدي من أنطاكية في سوريا وتنتهي في أورشليم، يعني يبتدي من أنطاكية، وأول مرة مشي من خلال عرفنا الرحلة الأولى راح قبرص وراح آسيا الصغرى. في الرحلة الثانية كان عاوز يكمل في آسيا، الروح القدس قاله لا اطلع بقى على أوروبا، فراح عدى على أوروبا. والمرة اللي فاتت كنا ابتدينا في الرحلة الثالثة. الرحلة طب كويس ناخدهم بقى واحدة واحدة كده بالراحة نراجعهم. الرحلة التبشيرية الأولى زي ما حضراتكم شايفين ابتدت الرحلة التبشيرية الأولى ابتدت من أنطاكية، وبعدين مشيوا في البحر عدوا على جزيرة قبرص، وبعدين راحوا مكملين لغاية ما دخلوا آسيا الصغرى، الحتة دي دلوقتي اللي هي تركيا هنا. وعرفنا هنا هو إن القديس بولس الرسول حصل إن هو كان معاه في الرحلة الأولى دي القديس برنابا وماري مرقس. ماري مرقس رجع باك وكمل هو والقديس برنابا الرحلة الأولى بتاعتهم وأسسوا الكنائس اللي بنسمع بقى عنها في غلاطيا والمنطقة اللي حواليها دي كلها بتاعت آسيا الصغرى، وبعدين رجعوا تاني على أنطاكيا. الرحلة التانية قديس بولس الرسول طلع بعد ما رجع أورشليم راح سوريا وأنطاكيا، وبعدين الروح القدس قال لهم برضو يتحركوا، وصلوا لسترا. وكان بيتخيل قديس بولس الرسول انه هيكمل في نفس المنطقه بتاعت الرحله الاولى لغايه ما جه المنطقه هنا اهو، وعرفنا ايه اللي حصل. وبعدين الروح القدس شاف واحد من مكدونيا بيقول له اعبر الينا واعنا، فالقديس بولس عبر لمكدونيا، محافظه مكدونيا او مقاطعه مكدونيا اللي هي المنطقه دي اللي في اوروبا اللي فوق اليونان على طول، ودخل فيليبي. وشفنا اللي حصل في فيليبي لما قبضوا عليهم ودخلوا السجن، وفي نصف الليل هو والقديس سيلا الأساسات السجن اتفتحت، الأبواب اتفتحت وكملوا بقى نزلوا لغاية سالونيكي وأثينا وكورنثوس. خدنا الكلام ده كله المرة اللي فاتت، ورجعوا إلى أفسس، وبعدين رجعوا على قيصرية وإلى أورشليم. دي كانت الرحلة الثانية. الرحلة الثالثة اللي ابتديناها بقى المرة اللي فاتت والنهاردة نكملها بإذن ربنا، دي مهمة أوي. القديس بولس الرسول عمل ثلاث رحلات تبشيرية، والرحلة الرابعة اللي استشهد فيها. فالرحلة الثالثة ابتدى برضو من أنطاكيا. أنطاكيا دي اللي هي كنيسة سوريا، اللي هي الكنيسة الثانية. الكنيسة الأولى كانت أورشليم، وأورشليم طلع منها بعد استشهاد القديس استفانوس والمسيحيين ابتدوا يتفرقوا أو المؤمنين، فراحوا أنطاكيا هنا هو أسسوا الكنيسة الثانية زي ما عرفنا في دراستنا في سفر الأعمال. قديس بولس الرسول في الرحلة الأولى لو تفتكروا مشي في البحر وراح قبرص، لكن في الرحلة الثانية والثالثة مشي على رجله بقى المنطقة دي كلها. تخيل واحد بيمشي المسافات دي كلها. فالقديس بولس الرسول بقى وصل في الرحلة بتاعته بقى الثانية، ابتدى احنا تقريبا المرة دي هنوصل لحد هنا اهو، وبعدين كمل بقى راح منطقة فيليب اطمن عليهم اليونان، وراح رجع تاني بعد ما راح بقى ميليتس. وهنا هناخد الجزء اللي حصل في ميليتس وفي ترواس المعجزتين اللي هناخدهم دلوقتي، وبعدين رجع على حتة اسمها باترا، ومن بترا هنا ركب المركب راح على صور نواحي لبنان، وبعدين قيصرية بتولميس دي اللي هي عكا، وبعدين قيصرية ورجع أورشليم. في أورشليم هنا حصل بقى حاجة كبيرة هنشوفها دلوقتي، واتقبض عليه في أورشليم، وبعدين ابتدوا يحاكموه زي ما حاكموا السيد المسيح، وحاكموه في مجمع اليهود، وبعدين حولوه على المحاكمة الرومانية. وبعدين لما لقى أن القديس بولس الرسول في الوقت ده أنه هو فيه ما فيش عدل في المحاكمة بتاعته، فقال لهم كان لأنه معاه الجنسية الرومانية كان من حقه يستأنف الحكم أمام مين؟ أمام قيصر. فقال لهم لا، إلى قيصر أنا رافع دعواي. فراحوا فعلا قبضوا عليه وخدوه في التحفظ أو في سجن، ونقلوه في سفينة معينة لغاية قيصر علشان يتحاكم في روما. وده الجزء الأخير من سفر الأعمال. الجزء اللي هناخده النهاردة بقى اللي هو الجزء ده، قديس بولس الرسول احنا خدنا المره اللي فاتت لما ابتدى الرحله الثالثه ووصل الى افسس. النهارده بقى هناخد الجزء ده لغايه ما رجع تاني اورشليم واتقبض عليه في اورشليم اللي هي نهايه
الرحلة التبشيرية الثالثة. نقرأ مع بعضنا سفر الأعمال إصحاح رقم 20. بعدما انتهى، لو معلش هنخلي الخريطة أول جزء بس. بعدما انتهى الشغب اللي حصل المرة اللي فاتت اللي نهينا بيه، اللي هو بتاع ديمتريوس الصانع التماثيل، ودعهم القديس بولس الرسول وخرج إلى مكدونيا. كان عايز بقى يعدي على الجزء دي لمحافظة مكدونيا ويشوف الكنائس بتاع اليونان، وبعدين يرجع تاني على كنائس آسيا، وبعدين يرجع على أورشليم. فهو هيبتدي بقى يروح على مكدونيا. لما كان اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير، جاء إلى هلاس اللي هي المنطقة دي اللي هي بتاعة اليونان. طلع القديس بولس الرسول عايز يخش مكدونيا يطمن على الكنائس اللي أسسها بتاعة اليونان. فصرف 3 شهور، ثم حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا. صار رأي أن يرجع على طريق مكدونية، فرافقه إلى أسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغيوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل أسيا تخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، أما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس. يعني وصلوا لغاية مدينة ترواس اللي هي في الحتة دي، وهم راجعين بقى خلصوا هنا هو أفسس. حصلت المشكلة الكبيرة بتاعت المرة اللي فاتت، القديس بولس راح اليونان ومكدونيا اطمن عليهم ورجع تاني على المنطقة دي اللي هي ترواس. ايه بقى اللي حصل في ترواس؟ الآية رقم 7، نرجع بقى إلى التكست بتاع الإنجيل. القديس بولس الرسول وهو في ليبي وهو بقى في ترواس رجع تاني آسيا، كان التلاميذ مجتمعين. هدف السفر أعمال الرسل، وأنا زي ما قلت لحضراتكم اسمه الأساسي سفر الأعمال، أعمال الروح القدس في الإنسان. المشكلة مش بتبقى في ربنا، المشكلة بتبقى فيا أنا. ربنا بيكلمنا كلنا زي بعضنا على فكرة. عارفين زي إيه؟ زي مثلا الويف بتاعت القناة مثلا CNN. الويف بتاعت القناة موجودة في الكنيسة دلوقتي، بس حسب كل واحد فينا ضابط الشاشة بتاعته على ايه. اللي الشاشة بتاعته مظبوطة يلقط الصورة واضحة والصوت واضح. طب لو الشاشة مش مظبوطة، ولا الشاشة مقفولة، ولا الشاشة ملغوشة، تلاقي الإرسال جاي ايه؟ جاي ملخبط. ده اللي بيحصل ساعات. احنا نيجي في أوقات كتير الواحد يبقى عاوز يعرف ربنا عاوز مني ايه، ربنا بيقول ايه، ويبقى ربنا بيتكلم وصوته واضح. تبص تلاقي في واحد عارف يميز صوت ربنا، وفي واحد مش عارف يميزه. واللي مش عارف يميز يفضل يقول لربنا يا رب علي صوتك، يقول له حبيبي انا صوتي عالي، يا رب قول لي اعمل ايه، يقول له ما انا بقول لك. طب امال انا ليه مش عارف؟ المشكله مش عندي، المشكله ايه؟ انت اللي مش ظابط الارسال. الارسال عندك مش متظبط. قديس بولس الرسول لانه عايش في معيه الروح القدس، الكلام ده انا قلته كذا مره وهرجع اقوله تاني، يا ما ناس تيجي وتقول لي ايه، تقول لي انا عايز اعرف ربنا رايه ايه في الموضوع ده. فاقول لهم مثال، اقول له انا اسالك سؤال، انت قبل ما تتجوز مراتك وانتوا مخطوبين، او انت قبل ما تتجوزي جوزك وانتوا مخطوبين، لما كنت تفتحي معاه موضوع ما كنتش تعرفي هو هيقول رايه ايه، صح ولا انا غلطان؟ بعد العشره، بعد 10-20 سنة جواز، وصلتوا لمرحله دلوقتي ان قبل ما تقولي له الموضوع تبقي عارفه هو هيقول فيه ايه، ولا انا غلطان؟ وعارف الموضوع ده هيعدي كويس، لا ده محتاج يتقال بطريقه معينه، ده يعني ده محتاج استعدادات ايه اللي جاب دي؟ من قبل ما تقولي الموضوع تبقى عارف هيعمل هيقول ايه. دي ايه اللي جابها؟ عرفتيها ازاي؟ عرفتها ازاي؟ كلمه واحده، ها؟ العشره. العشره. عشان كده لما الواحد بيبقى معاشر ربنا كل يوم بيقعد معاه من خلال القداس في الكنيسة، من خلال أسرار الكنيسة، من خلال حياته في المخدع، ده في أوقات من غير ما يحط الموضوع قصاد ربنا بيبقى عارف ربنا هيقول إيه. نقول لك الموضوع ده ربنا هيقول فيه كذا، الله دي عارفها منين دي؟ من إيه؟ من العشر. القديس بولس الرسول ده واحد عايش لربنا، مش ربنا هو اللي بيخدمه، هو اللي بيخدم ربنا. الواحد لما بيبقى عايش كده بتبص تلاقي في حاجات، ودي الحقيقة أنا شفتها مش عايز أقول لكم يعني مئات المرات،
الناس بتوع ربنا تلاقيهم حاسين بحاجات كتير هتحصل، شفتها كتير يمكن في أواخر حياة بعض الناس، يبقى شاعر بحاجة. يقول لي القديس بولس الرسول في الرحلة الثالثة، لأنه إنسان الروح القدس، إنسان معاشر ربنا، ابتدى يستشعر إن دي آخر مرة هو جاي هنا. في حاجة بتقوله كده، بالرغم إن ناس كتيرة من حواليه كانوا بيدوله رأيين، بس هو من جواه عارف هو رايح فين. ودي النقطة اللي أنا عايز أقولها وعاوزين نأكد عليها النهاردة. اوصل لربنا بنفسك. أنبا موسى الأسود يقول كلمة كده، يقول إلجأ بنفسك إلى الله فتستريح. الواحد لما بيبقى العشرة دي مش قوية مع ربنا، فيدور على واحد يقول له ربنا عاوز إيه، فيبتدي يسأل، يسأل قرايبه، يسأل إخواته، يسأل أصحابه، يسأل حد في الكنيسة، قول لي ربنا عاوز إيه. إلجأ بنفسك لله، أنت اعمل العشرة عشان أنت اللي تعرف تميز. قال لك كده خرافي إيه؟ تسمع صوتي. القديس بولس الرسول عنده شعور انتابه في الرحلة التبشيرية الثالثة إن خلاص أنا بخلص خدمتي. بتخلص إيه؟ ده الكنائس طلع في آسيا وفي أوروبا. فشوف إيه اللي حصل بقى في ترواس في آسيا وهو بيراجع أورشليم الرحلة الثالثة. في أول الأسبوع، ودي اللي بتورينا إن العبادة بقت يوم الحد بقى خلاص، الآباء الرسل ابتدوا يصلوا القداسات يوم الحد. السبت كانت العبادة اليهودية كمال العهد القديم، لكن يوم الحد ده بداية الأسبوع اللي هو القيامة، إحنا بنروح الكنيسة عشان نستقبل القيامة. ويوم الحد بيبتدي من السبت بالليل العشية، عشان كده يا بخته اللي يجي عشية السبت، يا بخته اللي يبتدي يوم الحد بالتسبحة ويقضي الليلة دي مع ربنا، يسلم باكورة الأسبوع الجديد لربنا. شوف بقى كانوا يعملوا إيه في الكنيسة الأولى في ترواس. في أول الأسبوع اللي هي ليلة الحد بالسبت، ليلة الحد يعني، التلاميذ مجتمعين، وخلي بالك ما بيقولش المسيحيين، اسمهم إيه؟ التلاميذ، هم تلاميذ المسيح. التلاميذ بيتجمعوا كل حد مع بعض، يتشحنوا، ياخدوا جسد المسيح ودمه عشان يطلعوا يخدموا طول الأسبوع. مجتمعين ليكسروا خبز، يكسروا خبز هنا بمعنى إيه؟ يصلوا قداس ويأكلوا الأغابي مع بعض. خاطبهم بولس، قديس بولس في العشية بالليل كده سهران معاهم، ابتدى يكلمهم. وهو مزمع أن يمضي في الغد، يعني بكرة هيسافر، يوم الحد بعد القداس هيسافر. وأطال الكلام لنص الليل، قعد يوعز لحد إيه؟ نص الليل يوعز، ما هو عارف إن دي آخر مرة يشوفه، في حاجة جواه بتقول له كده. وكانت مصابيح كثيرة في العلية، ودي تورينا إن القداس لازم يبقى فيه أنوار كثيرة والكنيسة منورة. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقل بنوم عميق. قاعدين هم كده، وزي ما تقول في دور تاني كده أو دور تالت، في شبابيك وحاجات زي كده. أفتيخوس ده رجع يعني يظهر من الشغل تعبان، فمش عاوز يفوت الليلة بتاعت الصلاة دي والتسبحة والقداس والعظة. فجي وهو تعبان وقعد ودماغه إيه؟ دماغه تقيل يعني مش قادر. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا، يعني القديس بولس خد راحته في العظة، مش هنخلص، ما كانش فيه ساعات بقى والساعة كام يعني براحتنا، غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل. نعس، وقع من الدور الثالث وهم قاعدين، لقوا اللي وقع في الأرض من الدور الثالث وما بيتكلمش. وحمل ميتا، فنزل بولس الرسول ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. قال لهم ما تخافوش، هو لسه عايش. ثم صعد وكمل القداس، كسر الخبز، وبعد القداس أكلوا مع بعضهم، وتكلم كثيرا للفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا، قام أفتيخوس وتعزوا تعزية ليست بقليلة. شوف الكنيسة وجمالها سهرانين في التسبحة في العظة، مفيش بقى ميعاد الساعة كام، نص الليل جه، الفجر جه، قاعدين اللي تعبان كلهم سهرانين مع بعض. قديس بولس بعد ما خلص ترواس كمل مسيرة الرحلة بتاعته علشان يوصل إلى أورشليم. نحن في آية رقم 13 سبقنا السفينة وأقلعنا إلى آسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك،
لأنه رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وفانا إلى آسوس أخذنا وأتينا إلى ميتيليني، ثم سفرنا من هناك وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتس. بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لألا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. معلش هنضطر نرجع للخريطة تاني. إحنا وصلنا هنا هو لترواس، القديس بولس الرسول هنا هو، وبعدين هو والتلاميذ ابتدوا ياخدوا المركب ويمشوا عشان يروحوا المناطق دي، آسوس وميتيليني وساموس والمنطقة دي وخيوس، لغاية ما وصل إلى المنطقة دي اللي اسمها ميليتس. ما بين عيد الفصح وعيد الخمسين تقريبا 50 يوم، وما حاجة يعني ساعات بيبقى 50-51 حسب عيد الفصح بيجي يوم إيه. يعني مثلا في السنة اللي السيد المسيح مات فيها على الصليب، عيد الفصح كان يوم الجمعة، عيد البكورة كان الحد، عيد الخمسين كان بعد 50 يوم من البكورة، يعني 52 من الفصح. فالقديس بولس الرسول عيد الفصح في المنطقة دي بقيله شهرين، أقل من شهرين، وهو عاوز يروح عيد الخمسين في أورشليم. فقال أنا لو دخلت على أفسس تاني هتعطل في الكنيسة بتاعت أفسس، فأنا الأحسن يعني إيه أبعت لبتوع أفسس هم اللي يجولي علشان ما أخدش وقت وألحق أوصل أورشليم على عيد الفصح، يعني على عيد الخمسين. الشريعة في العهد القديم كانت بتقول كل الرجال اللي عايشين برا أورشليم، اليهود اللي عايشين في أوروبا في آسيا في أفريقيا في أي حتة، كلهم يحاولوا يروحوا أورشليم 3 مرات في السنة، يروحوا مرة في عيد الفصح، يروحوا مرة في عيد الخمسين، يروحوا مرة في عيد اسمه عيد المزار. 3 مرات رجال يهوذا كلهم يرجعوا أورشليم يتروا أمام الرب. فكانت أورشليم في الأيام دي بتبقى عاملة زي كانوا بيسموه موسم الحج، وكلمة حج جاية من كلمة أجيوس يعني التقديس. فكان الحجاج اللي رايحين أورشليم كانوا بيقضوا 3 أعياد دول في أورشليم. أورشليم كانت بتبقى الناس فوق بعضها في الأيام دي، عشان كده السيد المسيح اختار أنه يتصلب في عيد الفصح وصلبوه على باب أورشليم. فكل اللي معدي من العالم كله اللي قاعدين في أورشليم في الوقت دول شافوا صليب المسيح. ويوم لما حل الروح القدس، حل يوم عيد الخمسين، كان اليهود اللي من العالم كله موجودين في أورشليم. فالقديس بولس قضى الفصح هنا هو، وعاوز في خلال بقى 50 يوم اللي من الفصح للعيد الخمسين يلحق يرجع أورشليم. فجه في الحتة دي اللي اسمها ميليتس ومرضيش يروح لأفسس، وبعت للكهنة بتوع أفسس الحتة دي تقريبا 20 ميل، بعت لبتوع أفسس الأباء الكهنة وقال لهم أنا عاوزكم، فجولوا في الحتة دي. وفي الحتة دي بقى ودع كنيسة آسيا، لأن دي كان آخر مرة هيشوفهم. الآية رقم 17، نرجع للتكست. من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا، بيكلموا على الرحلة الأولى. شوف بقى الخادم اللي يخدم ربنا بأمانة، شوف الأب اللي يخدم بيته بأمانة، شوف الكاهن اللي يخدم كنيسة الله بأمانة، شوف الأم اللي تخدم بيتها بأمانة. أعمال 20 ده بنقراه دايما لما يكون الكنيسة بتعيد بعيد حد من الأباء الأسقف. شوف القديس بولس الرسول بيقول إيه، بيقول لهم أنتوا عارفين من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وتجارب أصابتني بمكايد اليهود. قال لهم أنا يعني تعبت خالص في آسيا، كيف لم أؤخر شيء من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة لله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. قال لهم أنا دخلت لفت وسطكم، دخلت بيوتكم، صليت في الكنائس، كل سبت كنت في المجامع، مفيش حاجة عرفها ما اديتها لكوش، كل اللي عرفه سلمته لكم. الآن في آية 22، الآن
أنا ذاهب إلى أورشليم، شوف الكلمة دي، مقيدا بالروح. عارف يعني إيه مقيد بالروح؟ في علاقتنا مع ربنا في طريقتين، في واحد يحب يقول له ربنا إيه؟ يا رب اركب جنب العربية ولما هعوزك هقولك، بس أول ما نادي عليك تجي لي على طول، يعني أول ما هقع في مشكلة أقول لك تعمل لي اللي أنا عاوزه. لكن في واحد تاني يقول له ربنا إيه؟ تفضل يا رب مفتاح العربية، سوق أنت وأنا راكب جنبك. شوف القديس بولس بيقول على نفسه إيه؟ أنا رايح أورشليم إيه بقى؟ مقيد بالروح، الروح هو اللي بيزقني مش أنا اللي ماشي. لا أعلم ماذا يصادفني هناك، أنا مش عارف إيه اللي هلاقيه في أورشليم، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. في كل ما روح مدينة في مسج بتجيلي، في أورشليم في وثق وشدائد. وثق يعني هتتربط، وشدائد يعني مشاكل كبيرة. شوف بقى للواحد اللي بيبقى، أرجع تاني وأقول لكم، الروح القدس لما يمتلك إنسان، أو بالمعنى الأصح لما الواحد بيخلي الروح القدس يمتلكه، لأن الروح القدس مش هيمتلك غير الحتة اللي تسيبها له. لو سبت لروح ربنا 1% من قلبك هيمتلك 1%، لو سبت له 5% هيمتلك 5%، لو سبت له الدنيا كلها هيمتلك اللي تسيبه. ربنا رقيق جدا، وربنا حساس جدا، وربنا جنتل جدا، عمره ما بيفرض نفسه على إنسان. اللي بتقول له تفضل بيخش، تفضل هنا يتفضل هنا. لكن شوف الإنسان اللي الكونتاكت بينه وبين الروح القدس شغال، لكني بيقول لهم أنا في كل مدينة الناس بتخوفني وبتقول لي في شدائد منتظرك في أورشليم، لكني لست أحتسب لشيء، مش هحسبها، ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. في واحد تلاقيه عامل زي الحصان الشجاع، كل ما تحط قصاده عقبات حواجز يعمل فيها إيه؟ ينط عليها. في واحد تاني عند أول حاجز تلاقيه على طول كده، شوف يقول لك أنا عارف إن في وثق، أنا عارف إن في علاقتي الأسرية بزوجتي في مشاكل ولا بزوجي، أنا عارف إن في وثق وشدائد تنتظرني في بيتي، لكني لا أحتسب لشيء، ونفسي ليست ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من المسيح يسوع. هو الجواز أنت أخذته من المسيح يسوع؟ طب ما أنا استلمت زوجتي منين؟ المذبح، ودي خدمة، كلمة خدمة يعني قداس، سر الإكليل ده قداس. حتى أتمم بفرح سعي. يا فرحتها، يا فرحتها الزوجة، ويا فرحته الزوج اللي يوم لما يتمم سعيه هنا بفرح ويسلم الخدمة للمسيح. وثقا وشدائد تنتظرني، في البيت هتلاقي وثق وشدائد، طب وفي الشغل هتلاقي وثق وشدائد. حسب بقى، لو نفسك عزيزة في عينيك وكرامتك عزيزة في عينيك، وازاي انا يتقلي وازاي انا يتعمل لي، وانا يوم لما الواحد بتبقى نفسه عزيزه ما يعرفش، ويوم لبقى مش شايف ان دي خدمه واخدها من المسيح. لكن شوف الكلام واضح، انا لا احتسب لشيء ونفسي ليست ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي. بفرح، مش اقول لاولادي بقى مش عارف انا عملت لكم ايه وجيت لكم امريكا وعملت في، لا، ومش أقعد عند كل كلمة أفضل أعاير اللي حواليا، لا، وتمم إيه؟ بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من مين؟ شوف الجول اللي قصاده. عشان كده القديس بولس لما بعت رسالته لتيموساوس يقول له أي جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيه؟ الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. يا بخت الإنسان اللي يعيش بهذا. عشان كده بنقرأ أعمال الرسل نتشجع مع بعض. شوف بقى بيقول لهم ايه في آية 25، الآن أنا أعلم أنكم لن تروا وجهي أيضا، أنتم مش هتشوفوني تاني خلاص، أنتم جميعا الذي مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم أنا بريء من دم الجميع. الكنيسة بريئة من دم الشعبها، كل واحد فينا سمع الإيمان، كل واحد فينا أخذ الإيمان، كل واحد فينا عارف الصح فين والغلط فين. احنا مش ناقصين عظات، احنا مش ناقصين حد يقول لنا الصح فين، احنا اللي ناقصينه ان احنا ايه؟
نعمل اللي احنا عارفين. انا بريء من دم الجميع، انا لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله. وابتدى يوعيهم بقى، احترزوا لنفوسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس أساقفة فيها لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. شوف الكلام الصعب بقى اللي جاي. أنا أعلم أنه بعد ذهابي، بعد أنا ما حاسبك وامشي، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم، منكم أنتم من الكنيسة، منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. ده القديس بولس الرسول أكنه معانا اليومين دول. مش كل من مسك الإنجيل ووعظ، مش كل من عمل اجتماع، خلوا بالكم يا جماعة، خلوا بالكم كلام يعني أهو. منكم أنتم، منكم أنتم من الكنيسة سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. ليه بقى؟ عشان نرضي الشعب، مش عشان نرضي المسيح. الشعب عاوز ايه؟ ايه اللي يخلي الشعب مبسوط؟ ايه اللي يخلي الكنيسة دي مليانة ناس والكنيسة دي مليانة ناس، ونبتدي كل مقاييسنا تبقى مقاييس ايه؟ أرضية. لكن لا، قديس بولس ما كانتش دي خدمته، فبيحذر بيقول خلي بالك، خلي بالك من الطريق بعد أنا ممشي. الآن اسهروا، اسهروا يعني افتح عينيك، متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة. شوف كلمة الإنجيل بقى، قادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراث مع جميع القديسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنا شفت ناس فيكم معهم فضة ومعهم ذهب ومعهم حاجات زي كده، لكن نفسي ما راحتش أن يكون عندي حاجات زي اللي عندكم. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمت هاتان اليدان. أنا كنت بشتغل علشان أصرف على نفسي وأصرف على خدمتي. في كل شيء أريتكم أنه ينبغي أن تتعبوا، أنا تعبت قصادكم عشان أنتوا تتعبوا أنتوا كمان. وتعضدوا الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع. ودي آية المسيح ما قالهاش في الإنجيل، مش مكتوبة، لكن التلاميذ سلموها البعض. الرب يسوع قال إيه؟ شوف القديس بولس عايش على آية قالها المسيح وعملها دي عنوان لحياته. كل ما يلاقي نفسه بيتعب يقولك معلش يتعب، كل ما يلاقي نفسه هو اللي بيدي مش بياخد، متذكرين كلمات الرب يسوع. الرب يسوع قال إيه؟ مغبوط هو إيه؟ العطاء أكتر من الأخذ. ساعات إحنا بناخد الآية دي ونطبقها على حتة واحدة بس اللي هي إيه؟ الفلوس. ماشي كويسة طبعاً على الفلوس، ما قلناش حاجة، بس مش على الفلوس. ده هو بيقولها على مين؟ على حياته. في البيت هتلاقي الزوج والزوجة عارفين إيه سر المشاكل؟ مين اللي يتعب؟ مين اللي يدي؟ مش مين اللي ياخد. لو ده بيدور مين اللي يتعب مش هيبقى فيه مشاكل. الكنيسة امتى المشاكل بتيجي؟ لما واحد يدور ايه؟ مين اللي ياخد اكتر. لكن عمر ما واحد يفكر ان انا اتعب اكتر يخش في مشاكل. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو ايه؟ العطاء اكتر من الاخذ. يا بخته اللي يدي اكتر ما ياخد. ليه ده هيطلع مظلوم من الدنيا دي؟ ما هي مش اخرتها الدنيا دي؟ ما هي لو اخرتها الدنيا دي يبقى طلع مظلوم، لكن دي مش اخرتها. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط العطاء اكثر من الاخذ. ولما قال هذا، شوفوا بقى العباده الجميله، جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، صلوا مع بعضهم، وكان بكاء عظيم، كنيسه كلها بكت في اليوم ده، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه. ما حسوا انه تعب معاهم الراجل ده. متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم إيه؟ أنهم لن يروا وجهه، وشيعوه إلى السفينة. انفصلنا عنهم وأقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى بطرة. وجدنا سفينة عبرة إلى فينيقية، صعدنا إليها وأقلعنا،
واطلعنا على قبرص وطرقناها وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وثقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح ألا يصعد إلى أورشليم. معلش هنرجع للخريطة. قديس بولس الرسول في ميليتس، هنا كان في ميليتس اللي هو قال فيها الوعظة الأخيرة بتاع أعمال 20، وبعدين مشي كده هو الحتة دي اسمها كوس، وبعدين عدى على رودس، وبعدين راح حتة اسمها باترا، وبعدين قال لك ركبنا السفينة اللي رايحة بقى هنا راجعة بقى إيه صور اللي هي لبنان. قال لك وإحنا ماشيين جزيرة قبرص بقت على إيدينا الشمال، ومشينا كده خدوا الرحلة دي بقى البحر لغاية ما وصل صور، صور اللي هي كانت لبنان. لبنان نزل هنا هو بقى وخد محطتين، بتلميذ دي اللي اسمها عكا، وبعدين قيصرية دي اللي بناها اليهود وسموها باسم قيصر، وبعدين أورشليم. دي نهاية الرحلة الثالثة، وفي أورشليم هتقبض عليه. احنا دلوقتي في صور، وبعدين هننزل على بتلميس قيصرية ونروح لأورشليم. نرجع تاني للتكست بعد إذنك. أكملنا السفر، وصلنا صور، وأقبلنا إلى بتلميس، وسلمنا على الإخوة، وقعدنا معهم يوم، وخرجنا رحنا قيصرية اللي هي آخر مدينة قبل أورشليم. لما راحوا دخلنا بيت فيلبس المبشر، واحد من السبعة. السبعة شمامسة، كان نمرة واحد فيهم اللي هو مين؟ القديس استفانوس اللي استشهد. نمرة اثنين كان اسمه ايه؟ قديس فيلبس اللي هو عمد وزير كنداكة واللي راح بشر في السامرة. والقديس فيلبس ده كان عامل مقر خدمة ليه في قيصرية، وكان عنده 4 بنات خادمات. ما هو أكيد كده لو واحد بيخدم لازم ولاده يطلعوا ايه؟ يطلعوا زيه. شوف اللي حصل بقى، حصل موقف مؤثر خالص في قيصرية دي. دخلنا بيت فيلبس المبشر في آية رقم 9-8، إذ كان واحد من السبعة، يقصد السبعة اللي هم مين؟ السبعة اللي هم مين؟ الشمامس اللي ترسموا السبعة شمامس، وأقمنا عنده. كان لهذا اللي هو فيلبس 4 بنات عذارة كنا يتنبأ. عنده 4 بنات قالوا إحنا مش هنتجوز، إحنا هنعيش للخدمة. بينما نحن مقيمون أياما كثيرة، انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، جه مبشر من كنيسة أورشليم على قيصرية. مبشر نبي اسمه أغابوس، الروح القدس بينطق على لسانه ممكن يقول أخبار معينة. فلما جاء وأخذ منطقة بولس. إيه منطقة بولس؟ كان اليهود زيهم زي ناس كتير من العرب يلبسوا على وسطهم حزام، الحزام ده يحطوا فيه فلوس، يعني كياس فلوس يحطوا فيه الحاجات بتاعتهم اللي هي زي الشخصية، إثبات شخصية أو حاجات زي كده. أنا شفت في حاجة زمان في الأديرة زمان، كانوا يعملوا على أبواب الكنيسة برة خشبة عشان الناس وهم داخلين الكنيسة سواء رجال أو ستات يفكوا الحزمة بتاعتهم ويعلقوها على باب الكنيسة، زيها زي الأحذية، إن ما يخشش الكنيسة لابس حزام جلد، لأن الجلد بيبقى معمول منين؟ من الذبيحة الميتة. اليومين دول بتاعت الذبائح، يعني الذبائح الميتة، فكانوا يعملوها منها الجلد اللي هو جلد الأحذية أو جلد المناطق. فكان الشمامسة والكهنة والرجالة والسيدات اللي لابسين حزمة وهم داخلين الكنيسة يعلقوا الحزمة بتاعتهم بره، عشان ما تدخلش الكنيسة بحاجة ميتة، لا حذاء جلد ميت ولا منطقة بتاع جلد ميت، لأن الكنيسة ما فيهاش ذبيحة ميتة، الكنيسة ذبيحتها ذبيحة إيه؟ حية اللي هو المسيح لو المد. فأغابوس شاف المنطقة بتاعت بولس الرسول الحزام بتاعه، فخد الحزام وربط بنفسه وقال هذا يقوله الروح القدس. دي نبوة الروح القدس بيقولها، صاحب المنطقة دي اليهود هيعملوا كده فيه في أورشليم. ده مسج جاية من ربنا بيقول له خلي بالك انت رايح أورشليم هيحصل فيها ايه؟ هيتقبض عليك. الآية رقم 10، نحن مقيمون أياما انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا، لما الكنيسة بتاعت قيصرية بقى اللي في بيت فيلبس سمعوا، أكيد هيقولوا للقديس بولس إيه؟ ما فيهاش داعي بقى أورشليم، هو الروح القدس بيقول
غير اتجاه روح اي حته، ده انت بالدنيا انت خادم وانت بتعمل وانت وانت، لكن شوف اللي حصل ايه. فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان لا تصعد الى اورشليم، ما تطلعش اورشليم. شوف برضو ارجع واقول لكم العشره مع ربنا، كل اللي حواليه بيقولوا له ما تطلعش، والروح القدس بيقول له اللي طالع هي ايه هيتربط فوق. يختار ايه القديس بولس؟ انا اعتقد ان القديس بولس لو في الوقت ده كان راح لاب اعتراف وقال له قول لي اعمل ايه، او اتصل بحد قال له قول لي اعمل ايه، قول لي ربنا عاوز ايه. القديس بولس عمل ايه؟ عمل ايه؟ شوف، فاجاب بولس ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ انتوا عايزين تكسروا قلبي؟ انا مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. شوف الكنيسة كلها واقفة قصاده بتقول له ما تطلعش، هو قال لك إيه؟ ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ أنتوا هتوقفوني؟ أنا مستعد مش بس أتربط لأجل المسيح، أنا مستعد إيه؟ أموت لأجل المسيح. ولما لم يقنع، حاولوا يقنعوه، ما فيش يعني خلاص ما فيش حد يقدر يقنعه، لأنه متأكد إن اللي بيعمله ده مين اللي بيقول له عليه؟ ربنا. وجاب التأكد ده منين بقى؟ هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له للا دي. جاب التأكد ده منين؟ من عشرته مع ربنا. يقول لك كده اليوم الأبيض، مش القرش الأبيض بقى، اليوم الأبيض من الواحد لما يبقى له عشرة مع ربنا وقضى مع ربنا أيام بيضة كتيرة، فلما يجي في حتة بقى سودة يعني الدنيا مش شايفة مش عارف ياخد قرار، لا بيعرف ياخد القرار. يمكن كل اللي حواليه يقولوا له قرار غلط، او يقولوا له القرار شكله صح، يعني النهارده انت لما تشوف اللي حواليه لما بيقولوا له كلام صح بلاش تطلع اورشليم، وهيقولوا له كلام كويس ما تطلعش اورشليم ليه، انت خادم حلو، ده انت عملت ثلاث رحلات خلي يعني عقبال الرابعه والخامسه، انت عملت كنائس في اسيا واوروبا، ما احنا عايزين بقى نكمل اسيا وافريقيا، يعني ممكن نحط الناس ممكن يحطوا لك سيناريوهات كتيره صح، بس انت لما تيجي تختار لازم انت اللي تختار، وعشان تختار ما تبنيش قرارك الناس شايفه ايه، ابني قرارك انت مع ربنا شايف ايه. ودي مش هتعرف تجيبها غير لما يكون في ايه، في عشرة، عارف تميز صوت ربنا. لما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الايام تأهبنا وصعدنا الى اورشليم، وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى ميناس وهو رجل قبرصي تلميذ قديم ننزل عنده. انتهت الرحلة الثالثة والقديس بولس الرسول راح أورشليم. ايه بقى اللي حصل في أورشليم؟ طبعا وصل أورشليم لقى مشكله كبيره جدا بقى في أورشليم مستنيه. القديس بولس الرسول ده تعب جامد قوي قوي. لما وصلنا الى أورشليم ايه رقم 17، قبلنا الاخوه بفرح، قابلوني الكنيسه بتاعه أورشليم بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب، القديس يعقوب اسقف اورشليم كان تقريبا التلميذ الوحيد اللي موجود في اورشليم في الوقت ده. فالقديس بولس وصل بالليل دخل عند بيت واحد اسمه مناس ريح، والصبحيه راح لابونا الكبير او الاب الاسقف الكبير او الاب الرسول الكبير القديس يعقوب عشان يفرحه ويديله ريبورت هو خدم ايه عمل ايه. ودي تورينا ان الكنيسه بتاعتنا يا بخت الانسان اللي عيش طول عمره ايه تلميذ. انا افتكر مره البابا شنودة الله يناح نفسه كنا معاه في لقاء، وبعدين واحد قال له ايه، قال له نستطيع ان احنا نقول عليك انك انت البابا المعلم، فقال لهم لا انا مش البابا المعلم، تقدروا تقولوا علي انا البابا ايه التلميذ، ان انا بتلمذ. كنيسه عندنا تبص تلاقي الكاهن لازم يبقى له اب اعتراف، والاب الاسقف لازم يبقى له اب اعتراف، والاب البطرك لازم يبقى له اب اعتراف، وكل واحد فينا لازم يبقى له حد فوقيه كلنا، علشان كلنا نقدر نراجع بعضينا، الواحد مش يمشي لنفسه وخلاص. عشان كده بس بيني وبينكم زمان، ونتمنى ان ده يرجع، الجواز ما كانش علاقه بين اتنين فردين، الجواز علاقه بين ايه عيلتين، وكان الزوج والزوجه يكبروا عيلتهم. فلما كان لا سمح الله تحصل مشكلة صغيرة، الزوج والزوجة يقول لك كبارات العيلة قالوا خلاص. لكن النهاردة في نتيجة حاجات كتيرة حصلت،
أصبح الزوج والزوجة لوحدهم، مفيش عيلة سند الجواز، فعند أي مشكلة ملهمش كبير. فساعات يدخلوا مين؟ يدخلوا الكنيسة. عمر الكنيسة ما تبقى كبير في حاجة زي كده، لأن غالبا لما بيتقال كلمة في طرف بيزعل من طرف، فلما يزعلوا من بعض الكنيسة تصالح، لكن لو زعلوا من الكنيسة مين اللي يصالح؟ واخدين بالكم؟ فالنهاردة عدم إن الزوجين بيخضعوا للأسرة، عشان كده بقولت الكلام ده وما زلت أقوله. في الطقس السليم في الكنيسة ما ينفعش ندي سر غير لما يكون له إشبين. يعني لما أجي عم الطفل لازم أسأل مين اللي هيبقى إشبين الطفل ده ويربيه، وهو اللي يقف جنبي أعمده وأدهوله، صح كده؟ طب ولو هنرسم شماس، لازم الشماس اللي يترسم يبقى جنبيه شماس كبير الإشبين بتاعه اللي هيعلمه ويسلمه. ولو هنرسم كاهن لازم اللي يقدمه للكهنوت كاهن أكبر منه عشان يسلمه. ولو هنجوز اتنين في الطقس السليم، كان الاتنين اللي هيتجوزوا يقفوا قصاد جنبهم اتنين أكبر منهم متجوزين، وهم اللي يمسكوا لهم الشمعتين. معناهم ايه؟ ان الزوجين الجداد دول لو لقوا مشاكل في حياتهم هيرجعوا لمين؟ للي جنبهم الكبار دول يسألوهم. شوف القديس بولس على قد الخدمة دي كلها كان يقدر يقول لك هو القديس يعقوب ده ايه؟ ده قاعد في اورشليم ما شافش اللي انا شفته، ما خدمش الخدمه اللي انا خدمتها، ما عندوش الخبره اللي عندي، معقوله انا اساله؟ اللي بنسمعه دلوقتي ده احنا في امريكا نسمع للي في مصر واولادنا الكالتشر والكلام ده كله. لكن شوف الواحد لما بيخضع تحت عمل الروح القدس بيبقى عنده اتضاع، يقدر يسمع كلمه الله. في الغد دخل بولس معنا ليعقوب وحضر جميع الشيوخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. قال لهم بصوا إيه اللي حصل بخدمتي في الأمم. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له، قالوا له آه كلام ده حلو بس بقى فيه مشكلة احنا عايزين نقولها لك. إيه؟ قالوا له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. إذن ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك جئت. قالوا له في مشكلة بقى عايزين نقولها لك حصلت. القديس بولس قال لهم إيه؟ لما القديس بولس كان بيبشر في الرحلات التبشيرية الثلاثة كان بيروح يبتدي بمجمع اليهود. اليهود اللي يؤمنوا بالمسيح كان بيقولهم احتفظوا بالناموس زي ما انتوا وامنوا بالمسيح، لكن لو جاله حد مش يهودي ابتدى يعلمه تعليم المجمع بتاع اورشليم اللي اخذناه المره اللي فاتت واللي قبلها، ان هو لا ما ينفعش انت تتهود بقى، بس انت احفظ نفسك من الميت ومن الدم ومن المخنوق ومن الزنا وخليك مسيح، ما تحافظش على العادات والتقاليد اليهوديه. فابتدى اليهود يقولوا كلام عن القديس بولس ما حصلش، ان القديس بولس بيقول الكلام ده لليهود مش للامم. يعني بيقول لليهود سيبوكوا من موسى النبي، سيبوكوا من الختان، سيبوكوا من الاعياد اليهوديه، سيبوكوا من الهيكل، بالرغم ان القديس بولس ما قالش كده. فاليهود اللي بقوا مسيحيين في اورشليم لما عرفوا زعلوا من القديس بولس، ازاي يعلم اليهود ان ما يختنوش وما يحفظوش شريعه موسى؟ فالقديس يعقوب قال له خلي بالك يا قديس بولس في مشكلة. اليهود اللي عندنا في الكنيسة سمعوا من اليهود بتوع آسيا وأوروبا اللي انت خدمتهم ان انت قلت كذا. قالوا بس ده ما حصلش. قالوا ده مش وكده وبس، احنا هو وصل أورشليم في عيد الخمسين. عيد الخمسين فاكرين قلت لكم مين اللي بيحضروا؟ اليهود اللي منين؟ من العالم كله. قال له خلي بالك يهود العالم كله هتلاقيهم في الهيكل بكرة، دول اليهود اللي انت دخلت بينهم بشرت بالمسيح وكلهم حاطينك في دماغهم، فوجودك في اورشليم هيسبب مشاكل كتيرة خالص. طب نعمل ايه؟ فالقديس يعقوب اداله نصيحة، قال له احنا عندنا هنا في الكنيسة، قال له افعل هذا الذي نقول لك في آية 23، عندنا أربع رجال عليهم ندر، خدهم وتطهر معاهم وانفق عليهم ليحلق رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيئا مما أخبروا عنك به بل أنت تسلك حافظ للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن وحكمنا ألا يحفظوا شيء من ذلك سوى أن يحفظوا أنفسهم مما ذبح للأصنام والدم والمخنوق والزنا.
قال له بص احنا عندنا في الكنيسه 4 شباب عليهم ندر. كان في حاجه في الشريعه اليهوديه اسمها ان انت تندر، تقول انا نادر نفسي لربنا شهر، تطول شعرك وفي بعض الاكلات ما تاكلهاش وتعيش بطريقه معينه، وبعد الشهر ما ينتهي بتاع النادر ده تروح الهيكل تقص شعرك وتقدمه ذبيحه على النار وتقدم ذبائح وتفك النادر بتاعك. فالقديس يعقوب قال له بص خد الاربعه دول وروح معاهم الهيكل، وانت قدم معاهم الذبيحه دي عشان الناس يعرفوا ان انت ما زلت محافظ على ايه، على الناموس وعلى الشريعه اليهوديه، وان انت بتحترمها وبتحترم الهيكل، وان اللي بيتقال ده كلام ما حصلش. انت قلت ده للامم، اللي جاي واحد زينا اصله فرعوني ولا واحد جاي اصله مش يهودي يشيل بس الاربع حاجات دول، الدم والميت والمخنوق والزنا، لكن اللي اصله يهودي ما نقولوش سيبك من الختان والشرائع دي كلها، هو عاوز يعملها يعملها. فانت خد الاربعه دول وروح الهيكل، لما الناس هيلاقوك في الهيكل معاك اربعه وانت اللي بتدفع لهم النذر وانت اللي بتتمم لهم الشريعه وبتساعدهم في شريعه التطهير وانت معاهم، يعرفوا ان انت بتحافظ على ايه، بتحافظ على الهيكل وبتحافظ على الناموس. قديس بولس الرسول سمع الكلام بالرغم ان هو عارف والروح القدس قايل له ان المشاكل هتحصل في اورشليم. ايه اللي حصل؟ لما قاربت الايام السبعه ان تتم بتوع التطهير، راه اليهود بتوع اسيا في الهيكل، هو في الهيكل مع الاربعه دول، اليهود بتوع اسيا اللي شفنا بقى عملوا ايه في فليبي فيه وعملوا ايه في افسس فيه، اللي تعبوه التعب ده كله في الهيكل متجمعين كلهم، شافوا القديس بولس هيجوا الدنيا، هو ده اللي بينقض العوائد، هو ده اللي خلى العالم كله يمشي ورا المسيح، هو ده اللي خد ناس كتيره من المجمع وخلوهم مسيحيين، هيجوا الهيكل عليه وهو في الهيكل. طبعا الهيكل ده في الهياج انت بتتكلم على هيكل فيه ما يقرب من 2 مليون حج في الوقت ده من كل العالم كله، ومين اللي بيحكم الحراسه؟ كتيبه رومانيه مقيمه جنب الهيكل على طول، اللي بيحرس الهيكل كتيبه يهوديه، حرس الهيكل يهودي، لكن حواليه في حرس روماني جنبه عشان لو حصل مشكله الرومان يدخل. اليهود القوا عليه الايادي صارخين هيجوا الشعب، ايها الرجال الاسرائيليون اعينوا، هذا الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى انه ادخل يونانيين للهيكل ودنس الموضع المقدس. ليه؟ لانهم راوا معه في المدينه تروفيموس الافسسي فكانوا يظنون ان بولس ادخلوا الى الهيكل. عشان كده ما تحكمش على حاجه من بكلام الناس، اوعى تحكم على حاجه بكلام الناس، واوعى تنقل كلام من واحد لواحد. قديس بولس الرسول جايب معاه واحد كان اسمه تروفيموس من افسس، جابوا معاه في الرحله دي ما دخلوش الهيكل، فهم شافوه في الشارع مع الراجل ده، لما لقوا القديس بولس في الهيكل قال لك ده جايب الراجل الافسسي ده تروفيموس عشان يدنس به الهيكل، بالرغم مش ده اللي حصل، القديس بولس بريء 100%. بس في ناس سواء بسلامه نيه او سواء بسوء نيه بيطلعوا كلام، ربنا هيحاسبهم. بس خلي بالك اوعى تردد الكلام ده، وبلاش نقول كلمة اصل انا سمعت، اصل هم بيقولوا، ملناش دعوة بالكلام ده كله، لان ممكن نقل الكلام يكون اخطر من الكلام نفسه. شوف ايه اللي حصل، الآية رقم 30، فهاجت المدينة كلها، وده شفناه في مصر، يا ما كنايس اتعمل فيها كده، يا ما ناس ماتوا بسبب اشاعات، وشفتوا لسنين طويله الكلام اللي اتقال على الاقباط والكلام اللي بيتقال على مسيحيين المشرق، وشايفين اللي بيحصل كله، وكأن هي نفس القصه بتتكرر، كلام مش سليم، واللي بيسلم نفسه لهذا الكلام اللي مش سليم ويصدقه ويقوله وينقله ده تبع الكذاب وابو الكذاب. طيب هاجت المدينة كلها، النار ولعت، نفس اللي حصل مع المسيح، قال لنا هدوا الهيكل والمسيح ما قالش هدوا الهيكل، المسيح قال لكم لو انتوا هدتوا الهيكل انا اقيمه، وما قالش على الهيكل ده، ده قال لكم انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه، ما قالش انا ههد الهيكل، المسيح ما قالش كده،
خد حتة من الكلام وغيرها وقالها. عشان كده هو يا بخت الإنسان اللي يلجم لسانه وما يرددش كلام مش متظبط. تراقد الشعب، أمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب، الهيكل اتقلب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، قال لك بقى لحنوديه محاكمة زي المسيح، ولا احنا حنموته دلوقتي، هنخلص عليه دلوقتي. نما خبر إلى الكتيبة الرومانية، قائد الكتيبة الرومانية هو بيحرس برا السور، لقى الهيكل فيه هصب، ايه فيه؟ قالوا لهم ده فيه واحد مسكينه هيموتوه. راح دخل القائد الروماني، فنما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم اضطربت، فللوقت أخذ عسكر وقوات 100 ورقد إليهم. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. شوف بقى، تخيل لما كله بيخدم وبيخدم بولس، يعني بيضربوا بولس لأجل مين بقى؟ شوف الكلام، هما بيضربوا بولس عشان مين؟ بيضربوا بولس عشان مين؟ هما فاكرين نفسهم مفترين؟ لا، ده بيضربوه، بيشبعوه ضرب عشان خاطر مين؟ عشان ربنا، عشان ربنا يتبسط. احنا بنرضي ربنا، ترضي ربنا تضرب واحد؟ تضرب رب. يا إخوة، احنا في نفس القصة، نفس القصة. مسكوا بولس وأشبعوه ضربا، ده فين؟ في الهيكل. ليه؟ عشان نرضي ربنا. ربنا مبسوط كده ان بولس هنموته. يقول لك لما يعني شوف، في الهيكل بتاع ربنا اللي فيه ربنا، عشان خاطر ربنا بيموتوا بولس، ولما يجي القائد الروماني يختشوا من القائد الروماني ويكفوا ايديهم عن بولس. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. قديس بولس ده ما فيش زيه الرجل ده بصراحة. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه، مسك القديس بولس، قال لك ده تلاقيه قطع طرق بقى، لواحد اللي كله قايم عليه ده تلاقيه عامل عملة. فراح على طول حطت السلاسل في إيده وجره عشان يشوف ده إيه، وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر، ترى من يكون ماذا فعل، في إيه يا جماعة، إيه اللي حصل ده أنتوا عايزين تموتوه ليه؟ فكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، فلم يقدر أن يعلم اليقين. الشعب هايج وهايص، طب في إيه؟ محدش بيقول. وما زال هذا الدور بيتعمل في الكنيسة لحد النهاردة، في ناس يهيجوا الكنيسة، في ناس يخشوا في مشكلة يهيجوا المشكلة، يهيجوا الناس على بعضهم. طب ليه؟ فلما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. لهم طب هاتوه بقى بينا على المعسكر نشوف الموضوع برواقة هناك. فلما صار على الدرج اتفق أن العسكر حملوا بسبب عنف الجمع، وهم يظهر كمان ماشيين القديس بولس الناس بتضربوا وسط العساكر، فراحوا العساكر شايلينه علشان الناس ما يطلوهوش، وهم إيه واخدينه على الحبس فوق، لأن جمهور الشعب كان يتبعونه صارخين خده. إذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير وهو على السلالم بقى فوق الهيكل وطلع المعسكر بتاع الرومان فوق، أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ قال له ممكن أتكلم؟ طبعا يا عيني شبع ضرب، فلقط نفسه، قال له ممكن أقول كلمة؟ فقال أتعرف اليونانية؟ كلمه يوناني لأنه ده رومان. قال له ده أنت بتتكلم يوناني؟ أفلست أنت المصري؟ معرفش برضو يظهر المصريين عاملين مشاكل. أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ واحد مصري يهودي ساعتها، يعني المصري اليهودي ده جمع 4000 وعمل فتنة، قال لهم تعالوا نعمل أورشليم، فخدوا مع البرية. فراح الوالي الروماني موت منهم مجموعة وهربوا، والمصري ده اللي هو اليهودي المصري هرب. فالقائد الروماني افتكر ده المصري رجع تاني، وهم شافوه عملوا في كده. فلما لقى بيتكلم يوناني قال له انت بتتكلم يوناني؟ قال له هو انت مش المصري اللي كان عمل القلق ده؟ قال له لا مش انا. امال انت مين؟ قال له انا رجل يهودي من طرسوس، والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب. قال له اذن لي اكلم الشعب، وهم الناس فوق بعضهم الهياج ده كله. فلما أذن له وقف بولس على الدرج، وقف فوق على السلالم والشعب كله تحت، وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم، سكتوا يشوفوا هيقول إيه. فنادى باللغة العبرانية،
قائلا، يعني هو كلم القائد الروماني باليونانية عشان يفهمه، وحيكلم الشعب بإيه؟ بالعبراني علشان الشعب يفهمه. أيها الرجال الإخوة اسمعوا احتجاجي لديكم، اسمعوا الاحتجاج بتاعي، أنا هقول دفاعي على اللي انتوا بتعملوه فيه. فلما سمعوا أنه ينادي بالعبرانية أعطوا سكوتا أحرى، يعني ترمي الإبرة إيه؟ ترين. ابتدى يقول إيه؟ أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية. قال لهم أنا مولود في طرسوس، طرسوس دي تبع الإمبراطورية الرومانية، ربيت في هذه المدينة، أنا متربي في أورشليم، مؤدبا عند رجلي غمالائيل معلم اليهود. قال لهم أنا اللي مربيني غمالائيل، أنا تربية الهيكل، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ على تحقيق الناموس الأبوي، أنا مستلم الناموس أبا عن جد، إزاي أنا هخالف الناموس؟ شوف لو عاوز تسمع بالعقل أدي كلام العقل، لكن للأسف عند الغضب الواحد مش بيسمع للعقل، بيسمع لإيه؟ بيسمع للعاطفة. كنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، أنا كنت زيك وأكتر منكم، اضطهدت هذا الطريق إلى الموت مقيدا ومسلما للسجون رجالا ونساء. قال لهم ده أنا ياما موت ناس وسجنتهم، كما يشهد لي رئيس الكهنة، اسألوا رئيس الكهنة عني، قولوا له بس شاول، وكل الشيوخ أخذت منهم رسائل لدمشق، ذهبت لآتي بالذين في دمشق إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث وأنا ذاهب ومتقرب لدمشق في نص النهار أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوت قال لي شاول شاول لماذا تضطهدني. قديس بولس حكى الحكاية دي في سفر الأعمال 3 مرات. أجبت من أنت يا سيد؟ قال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهد. الذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولم يسمعوا صوت الذي كلمني. قلت ماذا أفعل يا رب؟ قال للرب قم اذهب إلى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. إذ كنت لا أبصر من أجل بهاء النور اقتادني بيد الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان أتى ووقف وقال لي أيها الأخ شاول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال لي إله أبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، ستكون له شاهد لجميع الناس بما رأيت وسمعت. الآن لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. حدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم، بيحكي لهم الحكاية، لهم أنا كنت زيكم كده ورحت أورشليم ودمشق اضطهد المسيحيين، وظهر لي المسيح في السكة وقال لي أنا هغيرك، وحنانيا قال لي انت ليك ميشن، انت ليك رساله. قبل ما نكمل، تفتكر الكلام ده بس للقديس بولس وهو اللي ليه رساله، ولا ممكن يكون لواحد زي وزيك؟ هل ممكن يكون احنا لينا رساله؟ اكيد كل واحد ليه رساله. حدث بعدما رجعت في اورشليم وانا كنت بصلي في الهيكل، حصلت في غيبه، جالي زي غيبه كده، فرأيته شاف المسيح تاني جاله في الهيكل وقال اسرع واخرج من أورشليم، لن يقبلوا شهادتك عني، دول مش هيسمعوا كلامك. فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقف وراضي بقتله وحافظ ثياب الذين قتلوه. فقال لي اذهب انا سأرسلك للأمم بعيدا. قال لهم أنا كنت جاي أورشليم عشان أخدمكم، المسيح ظهر لي وقال لي دول ما تتعبش نفسك معاهم، دول مش عاوزين يتغيروا، دول عايزين يفضلوا زي ما هم قافلين ودنهم وغمضين عينيهم، هلما لي لأرسلك بعيدا. شوف بقى النفس النقية، النفس الوديعة لما تواجهها بأخطائها تنحني وتقول أخطيت، النفس المتكبرة لما تواجهه بأخطائه عارف يحصل له إيه؟ يهيج. شوف القديس بولس قال لهم كده، لو نفوسهم متضعة كانوا انحنوا. المسيح بنفسه بيقول علينا دول مش بيسمعوا الكلام وروح لبعيد، طب ما نلحق نتوب. فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض، لا يجوز له أن يعيش، موته. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبار في الجو
أمر الأمير أن يذهب به للمعسكر قائلا يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليها كذا. برضو الأمير مش فاهم إلا بيحصل، فقال لهم طب خدوه بقى المعسكر واضربوه ناخد منه الاعترافات، يطلع الاعتراف. كان دي الطريقة، يضرب ضرب جامد عشان يقول إيه الموضوع. فمدوه للصياط، قلعوه لبسه ومدوه علشان يعني ربطوه من إيديه ورجليه عشان إيه يضربوه بالصياط. فقال بولس لقائد المئة، قائد المئة اللي حينفذ فيه الحكم يعني يضربه، أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ هو القانون بيقول إن واحد روماني مع الجنسية الروماني تقدر تضربه بالكرباج وهو معلهوش حكم؟ طبعا القانون ما ينفعش، ده حاجة زي كده قائد المئة يتشال فيها والأمير يتشال فيه. فلما سمع قائد المئة إنه روماني اترعب، فذهب إلى الأمير وأخبره انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له أنت روماني؟ خافوا طبعا زي ما حصل في فيليبي. فقال نعم. أجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية، ده أنا دفعت فلوس قد كده عشان أخد الجنسية الرومانية. الأمير بيقول له أنت إزاي خدت الجنسية الرومانية؟ قال بولس أنا ولدت فيه، أنا مولود في طرسوس، وطرسوس دي اللي تولد فيها ياخد الجنسية الرومانية. فللوقت تنحى عنه، قال لهم لا لا فكوه فكوه لأن دي هتدخلنا في مشاكل. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه أو يعني يضربوه. واختشى الأمير، الأمير خاف لما علم أنه روماني ولأنه كان قد قيده لأنه ربطه. شوف اللي معاه الجنسية الرومانية يعمل إيه؟ قديس بولس الرسول اللي كان معاه الجنسية الرومانية دي، تخيل مثلا واحد معاه الباسبور الأمريكاني يقول لك أدي الباسبور الأمريكاني أنا راجع مصر، قديس بولس الرسول كده كان معاه الجنسية الرومانية اللي هو اللي عايزين الجنسية الرومانية. طيب معاه هو فريس يقول لك اللي عايزين الفريسية. طب هو بحسب هو ناموسي كامل في يقول لك كل الأشياء، كل الأشياء أنا خسرتها، ومش بس خسرتها أنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. في الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط، وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة ومجمعهم، فأحضر بولس وأقامهم لديه. تاني يوم عمل بقى مجمع تاني، القديس بولس بقى في المجمع التاني ده عمل حاجة جميلة قوي. اليهود ما كانوش طائفة واحدة، في طائفة اسمها الفريسيين وطائفة اسمهم الصدقيين. الفريسيين زي القديس بولس الرسول كده بيؤمنوا بالأرواح، بيؤمنوا بالملائكة، بيؤمنوا بالمجيء بالحياة الأخرى وبقيامة الأموات. أما الصدقيين ما كانوش يؤمنوا بالحاجات دي. فلما جم يحكموا القديس بولس، القديس الأمير قال لهم طب نحكمه بقى، نجيب المجمع كله ونفهم إيه اللي بيحصل. فهم بيحكموا القديس بولس، القديس بولس لقاهم طائفتين، فقال لهم أنا فريسي ابن فريسي على أساس الإيمان اللي أنا شفته أتحكم. فالفريسيين عجبهم الكلام، قال لهم ده لو كان واحد شاف رؤية ولا شاف حاجات زي ما بيقول لماذا نحارب نحن الله؟ فالصدقيين قالوا لا يموت، الفريسيين قالوا لا ده كويس. فقاموا المجمع على إيه؟ المجمع قاموا على بعضهم، وراح الأمير واخد القديس بولس الرسول ورجعه السجن تاني. لو ربنا رد بقى بالعمر عشنا للمرة الجاية نكمل إيه اللي حصل في أورشليم، وإزاي اليهود عملوا محاولة لاغتيال القديس بولس ورسموا رسم عشان يموتوه، وإيه اللي حصل عشان الموضوع ده يتكشف. طب والقديس بولس اتحول على فين للمحاكمة، وطلب إيه، وإيه اللي حصل. لو عشنا المرة الجاية نكمل لو لينا عمر. لإلهنا كل مجد وكرامة.